مشاهدينا، الحديث عن التكوين يجرنا للاستراتيجية الأخرى التي تبحث في الوسائل والطرق الكفيلة بامتصاص البطالة بإدماج المتكونين وإدراجهم ضمن فرص التشغيل. الوكالة الوطنية للتشغيل التي أنشأت نظام الوسيط العامل على رفع حظوظ التوظيف للشباب من خلال بناء قاعدة معلوماتية موحدة تسهل على المؤسسات التعرف على مختلف الكفاءات المؤهلة لاختصاصات متطلبات سوق الشغل الجزائرية. للعلم أن الجهاز الوسيط تم إطلاقه رسميا في الفاتح مارس 2015 ليواصل انتشاره ونجاعته عبر كامل القطر الوطني. روبورتاج للزميلة حياة بن نعمان، نتابع. تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بواسطة جهازها الوسيط الذي يربط بين طالبي الشغل بالمستخدمين بتقديم خدماتها بأسلوب راقي وشفاف. العصرانة هذه باش كانت باستعمال الوسيط اللي هو لوجيسيال نخدموا به، الابليكاسيون نخدموا به ونديروا الوساطة بين طالبي العمل والمستخدمين، عروض المستخدمين. استعمال الوسيط هذا سمح لنا عدة أشياء. سمح لنا أولا بإعطائنا بوضع بطاقية وطنية لطالبي العمل كذا المستخدمين على المستوى الوطني. كذلك عطانا سمح لنا باش تكون عندنا إحصائيات دقيقة وتحاليل مهمة فيما يخص التحولات وتغيرات سوق الشغل بالجزائر. المدونة الوطنية للحرف والمهن سمحت لنا باش نديرو في وسيط تو لي ميتيي اكزيستون ان الجيري بوغ توت لي زونتربريز قاموا بها دي زيكسبير امبلوا تابعين لانام، نتنقبوا داروا دي بروسبكسيون او نيفو دو توت لي زونتربريز، تحصلوا على هاد لي ميتيي وداروهم في الوسيط. هكذايا باش نعرفوا مثلا كي نديروا لونتروتيان مع لو دوموندور دومبلوا نعرفوا حقيقة واش عنده لي ديبلوم، واش يخدم، واش قادر يخدم، واش يعرف يخدم، باش نعطولو احسن فرصة لتنصيبه في المؤسسات. الجهاز الوسيط يستقطب طالبي الشغل من مختلف الشرائح والأعمار والتخصصات دون استثناء، وهو يفتح فضاءاته المتعددة لاستقبال وتوجيه ومساعدة كل الوافدين على الوكالة وتقديم كل التسهيلات للولوج نحو عالم التشغيل والتوظيف. كذلك عطانا فرصة باش نحطوا كل العروض اللي عندنا احنا في الوكالة المحلية للتشغيل في الفضاء الأزرق في الفيسبوك، وكل طالبي العمل عندهم فرصة باش يضربوا طلع على هذوك العروض العمل المتوفرة في الوكالة. كل شرائح مستهدفة بجهاز وسيط. احنا ما يخفاكمش ان الوكالة الوطنية للتشغيل تقوم بالوساطة، لكن الوساطة هذه عندها تهم كل شرائح، سواء بالسن، كل سن 18 إلى 70 سنة لما لا، كذلك الإناث والذكور لهم نفس فرص العمل، وكل خريجي الجامعات ولا المراكز المهنية ولا المعاهد، وحتى الناس بما عندهمش دي كاليفيكاسيون ولا دي ديبلوم. يوفر الجهاز الوسيط عدة خدمات لزبائنه الراغبين في التنقيب عن الشغل عن طريق مكتب الاستقبال، حيث يقوم الأعوان بطرح عدة أسئلة على طالب الشغل قبل الشروع في تسجيله في قائمة الباحثين عن العمل. On doit vérifier est-ce que vous êtes déjà inscrit au niveau de l'ANEM ou là là là. Je vous contacte pour la première fois, il n'y a pas de problème. Je vous dis bien d'être avec donc le studio. حبيت نقول لك برك بلي هاد البطاقه اللي رينوفلاب شاك 6 mois. تشد 6 شهور ان شاء الله تلقى خدمه قبل 6 شهور بيان سور. Jusqu'au 7 de mai. Après خدمه. عندنا عدة تسهيلات نوجهوها لطالبي العمل. هاد التسهيلات تمثل مثلا في عدم لجوء طالب العمل إلى عدة إدارات باش يجيب الوثائق اللي يسحقوها لها في الملف. هاد الوثائق حنا اللي نعطوها له، ندخلوا في البورتال تاع المينيستير دو لانتيريور دي كوليكتيفيتي لوكال، نجبدوا له مثلا ليكستريم نيسونس، نجبدوا له تاع لون افيلياسيون كناس، لون افيلياسيون كازنوس، باش هاد طالب العمل ما يشقاش الادارات الاخرى.
جهاز الوسيط يهدف لضمان شفافية في معالجة عروض العمل وضمان أكثر سرعة وفعالية، وذلك من خلال رسم بطاقة وطنية موحدة لطالبي العمل، بناء قاعدة بيانات موحدة مقاربة إلكترونية بين عروض وطلبات العمل، ما يسمح بضمان احترافية أكثر في المعالجة والتقليص من مدة الانتظار للتكفل بملفات طالبي العمل. بإحصاءات أكثر دقة، وهذا وللعلم أن تجديد بطاقات التسجيل يكون حسب المدة المتعامل بها 6 أشهر و10 أيام، وإلا سيتم إلغاء الطلب أوتوماتيكيا من الوسيط مجددا، تقول حياة بن نعمان. مصلحة الإدماج المهني تقوم بدورها باستقبال طالبي الشغل بعد إيجاد ما يناسب مؤهلاتهم المهنية بالمؤسسة القابلة لإدماجهم. Donc nous bidaw ndelk le contrat avec lettre d'orientation, n'atik les conventions, bien sûr had li papier na n'atihom lek tdihom l'employeur bach yesignihom lek. Après ta jay na dossier complet, dossier ta l'employeur ou ta demandeur ديالك quoi. Ou les contrats signés par l'employeur, puis nous battons la direction de l'emploi. Il y a un chéri, puis il valide, puis tu peux l'amel taf. أما مصلحة التوجيه والمتابعة فهي مخصصة لأصحاب الخبرة الذين سبق لهم العمل في مؤسسات التشغيل ويبحثون عن فرص أخرى لإعادة تشغيلهم. خدم أجوتيبيتي عندك إكسبيرينس. باتك شركة سي جي بي اس قبلها وعندهم لي سيت في بن طلحة، عندهم لي سيت في الجرح المساندة وليبي. مصلحة عروض العمل حيث تقوم مستشارة التشغيل باستقبال المستخدمين والاستفسار عن عروضهم وإمكانية استيعابهم لطلبات عمل إضافية. هادو راح نتبعوهم ولحد الان هادو الاخرين خلاص ما نزيدوش تحتاجو، نزيدو نبعثو لكم في هاد العروض ولا نتوقفوا راحين نتوقفوا نشوفوا هادو نديروهم باش نديروهم للاحصائيات ديالنا، رايحين نسجلوا العرض ديالك العمل عندنا هنايا مباشره. حقق الجهاز الوسيط نجاحا ملموسا لدى طالبي الشغل الذين فتحت لهم نافذة أمل للالتحاق بمناصب شغل تلائم تخصصاتهم وميولاتهم. مع تغيرات سوق الشغل رانا 75% من لا ساتيسفاكسيون دي زوفر دامبلوا، ستادير لحقنا 75% في تحقيق مناصب الشغل بارابور لي زوفر دامبلوا ديبوزي. دوك تسأليني تقولي لي وعلاش جوستومون لحقنا 75% وعلاش ماشي 100%، باسكو ما يخفالكمش بلي عروض العمل ما تناسبش دائما شهادات طالبي العمل. كاين مثلا لي انجينيور اون تيليكومونيكاسيون ناقصين، انجينيور اون انفورماتيك ناقصين، تو سكي غولاتيف او باتيمون مثلا لي كوفرور لي فايونسي لي ميم لي مانوفر وما نلقاوهمش، دونك اون اريف با ساتيسفير 100% لي زوفر لي كاين في هذا المجال. بل وإكسابهم مهارات أخرى تسهل عليهم عملية إيجاد منصب شغل يلبي رغباتهم ويحقق طموحاتهم. طموح الوكالة أنه مثلاً كل مستشار تولي عنده حافظة من طالبي العمل وحافظة من أرباب العمل، يعني بورتفوي دوموندور وبورتفوي امبلوايور. وعلاش طموح تاعنا يكون في هذا الشأن؟ لماذا؟ لانه كيكون عندك مثلا مستشار كيكون في الوكاله المحليه للتشغيل عنده ان بورتفوي دوموندور، يولي يتبع الدوموندور تاعو، يعطي له دي رانديفو، يجي لاجونس يتلها به يتبعو، يدير له ميم دي فورماسيون سور لي تكنيك دو ريشيرش دامبلوا، يعني كيفيه التنقيب عن العمل مع الملوك، كيفاش يدير لا ريداكسيون دان سي في، كيفاش يل دو سو بريباري بور ان انترتيان دامبوش، كيفاش يقدر يدير رساله تحفيزيه ولا لاد دو موتيفاسيون. هذا كامل مساعده باش نسمحوا لطالب العمل يلقى باسهل طريقه منصب عمل.